كتاب الملك مثل الكتاب لزيد وشبه الملك اختصاصه للسقاط نحو الفراش للمسجد اللجام للفرس ولا بشر يشبه وفي تعدية تدي للتعدية قالوا من ذلك قول الله عز وجل ذهب لي من لدنك وليا يرثني ذهب لي من لدنك قال اللام للتعدية في القرآن تستطيع أن تقول ابني جاءت لها ما قال بعضهم وقال بعضهم مثال ذلك أن تقول ما أضرب زيدا لعمر ضرب أي فعل صوته لباب أفعل صار لازما عدته اللام هذا مثال جيد أضرب ما أضرب زيدا لعمر ضرب فقط هذا الاختصاص الأول لأنها جعلت للتعجب صارت قاصرة لازمة عدتها اللام أنا قوله واللام للملك وشوه تعدية وتعليل تأتي اللام للتعليل إنا أنزلنا إليك كتاب الحق لتحكم بين الناس بما يريك الله ولا تكن خائنا خصما لتحكمتهم تأتي قالوا زائدة تأتي زائدة لتقوية زيد الظرفية وزيد الظرفية قال تأتي زائدة لتقوية عامل ضعف بتأخره أو لكونه فرعا في العمل نحو إن كنتم للرؤية تعبرون عبر تتعدى بنفسها تقول عبر الرؤيا لكن تقدم عليه المعمول وهو الرؤيا فجاءت اللام قالوا زائدة لتعدية العامل لضعف أو بكونه فرعا في العمل مصدقا لما معهم مصدق اسم فاعل واسم الفاعل فرع في العمل عن الفعل فعال لما يريد فعال صيغ مبالغة وهي فرع في العمل ليس أصلا في العمل جاءت اللام على قوله وزيدة والظرفية تستبين بباء الباتة الظرفية الزمانية نحو الله لوط نجيهم بسحر نعمة من عندها والظرفية المكانية ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة نعم ما يبدأ وفي وقد يبين السماء وفي كذلك والله رضي السلام بلا وفي في تأتي الظرفية تقول جلست في المسجد جلست في المسجد نعم في نعم وقد يبين السبب قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات هدتهم البال السببية في قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة حبستها في السببية وقد يبين سنة الباء الاستعانة كتبت بالقلم ذبحت بالسكين بلسان وعدي تأتي معدية تقول ذهب الله بنورهم وعلامتها أن تقلب الهمزة تقول اذهب الله نورهم هذه السائم وعدي عوض عوض الشريف الكتاب بدرهم او دصقي الصق وامسحوا برؤوسكم مررت لزيد ملاصقه نعم ومثل مع ومن تاتي نحو ومثل مع تاتي مع قد جاءكم الرسول بالحق قد جاءكم الرسول اي مع الحق والله هذا ومن كقوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله قالوا منها وعن تشقق السماء بالغمام عن الغمام سأل سائل بعذاب واقع قالوا عن عذاب واقع على للسلاء جلس على الكرسي وما على للسلاء ومعنى فيه قال واتبعوا ما الشياطين على ملك سليمان في ملك سليمان ودخل المدينة على حين غفلة في حين غفلة نعم وعن تتوجه لا تستعجل ومعنى في وعن تتي منع عن قال تتي منع عن قال إذا رضيت علي بنو قشير إذا رضي علي بنو قشير تقول رضي عنهم فعلى هنا منع عن ثم قال رحمه الله بعن تجاوزا عن تتي منع التجاوز نحو رميت السهم عن القوس وقد تجي موضع بعد كقوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق وكذلك تكون معنا على كقول الله عز وجل ها انتم هؤلاء فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه على نفسه لا ابن عمك لا افضلت في حسب عني اي علي جاءت عن بمعنى على كما على موضع عن قد جوي الاقرأ وان تجاوزا على ما قد فعل قلت لك وقد تجي موضع بعد وعلى كما على مضاعا قد جعلتها كل كلام اقرا شبه بكاف تاتي التشبيه زيد كالاسد
وبهذا التعليل وقد أنا تأتي للتعليل فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هديكم أي بهدايتكم والله نعم شيخ وزائدا لتوكيد مرقاتة زائدة قال فيها كالمقق أي فيها المقق.